آلاف الأطنان خلفتها حملة إزالة التجاوزات في مركز البصرة، والتي توقفت العام الماضي، حيث كانت هذه الأماكن عبارة عن كافيهات وزوايا تجارية قبل أن تحول إلى مكبات نفايات وأكوام من الحديد والحجر، الذي شوه منظر المدينة المتضرر أساسا بتهالك بناها التحتية. زرعوا لنا شجر هنا ما شاء الله ميت، زرعوا لنا منا طابوق، ما عنده بيت يبني هنا ياخذ طابوق يروح، ما عنده صندات ما عنده حنفيات منا يسوق يروح، لا يشرب بعد من الشاي. هذا المشروع مالهم الشعار اللي فيه الشعب دي. كل شيء بنا فريد مكانات من الخضراء، أراضي خضراء هواي، بس أكثر الأراضي مستثمرة، إنه شوف مولات لو شوف حدائق عامة لناس يعني خاصين، إحنا نريد حدائق عامة لأي شخص، مو يعني شخص معين ويستثمر، لا ما استثمار، حدائق عامة قد تتبع تابعة تراجع البلدية وراجع للزراعة. الساحات المتروكة بعد إزالة التجاوزات بحسب الرصد الإعلامي فإنها تحولت لزوايا استقطاب الأفعال المشبوهة، ما يتوجب على الجهات المعنية اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ المشاريع المناسبة فيها. بعد الإزالة أصبحت كأنها ساحة حروب، وتركت هذه الأنقاض أمام المنازل حتى أصبحت مرتع للسكر والشرب وأيضا للكلاب السائبة، مما تسببت بصورة شوهت منظر مدينة البصرة، خاصة المناطق المطلة على مبنى الحكومة المحلية التي يزورها كل زائر من الحكومة المركزية عبر هذا الطريق. وكانت محافظة البصرة قد كشفت في وقت سابق عن قرب تنفيذ حملات رفع الأنقاض قبل تحويل هذه الساحات المتروكة لحدائق عامة ضمن مشاريع الارتقاء بمظهر المدينة. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.